يلا يلا جيب جيب خلنا نسهر جيب. هاي سالي. هاي هلا حبيبي. هاي سالي اخبار كيفك شو اخبارك طمينا عنك سالي يا حبيبي تمام بخير انت كيف يا هلا سالي والله اهلين سالي على فكره انت فزتي علي امبارح وانا ما كنت مركز بالجوله لعبتوها هيك علينا جفاني ما كنت مركز اكيد ما كنت مركز والله العظيم ما كنت مركز بعتلك يا مان اي والله لك يا حبايب على المتابعيني ايمت اصلا سالي فازت علي يمكن امبارح اول مره بتفوز علي لا سالي وين صلتي وين ناصر والله فتح لي عنه متك ناصر وين انه ليش ما فتح مش فاتح ما بعرف خلص دقيقه صالح في بينه وبين سالي مشكله بجيبه والله ليش لا ما تجيبه ما تجيب ما حد يجيبه دقيقة شوي دقيقة اخر سالي شو المشكله مش مهم يعني مش حابه اذكر سيرته بس خلص لما تدخله معنا احسن والله دروش لا منيح معك ما يعني مش منيح بصالحكم والله لا لا اوعك ابدا نهائيا ما بتصالح مع هاي الاشكال انا لك لا طولي بالك طولي بالك ليش والله الزلمه درويش لا لا, لا, لا والله اذا انا رح انهم انا عن جد والله مش تفهم هاي ميكس بيعرفوا لصالح كمان ما عشان بعرف اصلا عارف شو سوى بهذا الموضوع انا ما بتصالح شو صاير ميكس احكي لي شو صاير اللي صار انه مره طلعنا لعبنا جوله اوكي وصار في سوء تفاهم رندة عن صالح على صالح مرحبا ابو عمر ايه رندة عن صالح على صالح غلط على سالي يعني مسبي ما بتنقالش بالبرنامج صار يقول له نزل هاي البنت كذا كذا وطبعا لما انا رجعت للفيديوهات لقيت كمان حتى صالح قبل غلط علي ومسبي ما بتنغلط يعني مسبي ما بتنحكى خلينا نسأل كلام كتير وسخ يعني ما بنحكى لبنات بيجوا بشرف البنات عادي صاروا الشباب هون عادي جدا اشي بيخزي صراحة ما بتصالح انا مع هاي المشكلة وتهوشنا مع الدعم وخلص وحاولت اني اصلح بينهم والله بس سالم مش راضي يعني بتقول وغلط على شرفي وغلط على كده وخلص انسوا الموضوع كله طيب ممكن نتدخل بالقصة ونحلها لا 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 ابدا والله والله سالي سالي انا بمون عليك انت اختي لي صح لا ميكس اذا بدك تجيب انا حنزل والله اسمعي 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 سالي اسمعيني 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 بس ميكس بمون عليك انا بمون على صالح لا والله والله مستحيل لا والله جد بس اسمعي اسمعيني بس لما اروح هذا الزلمه والله والله العظيم على نياته اقسم بالله على نياته سالي والله ما هو على نياته وعلى حاله هيك انا هذا الحكي ما بزبط يعني ما بزبط والله لا تدخلوا معي ما بدي احكي عن سيرته خلص بس لا تدخلوا معي وما بدي اتصالح معه خلص اذا انتوا بدكم تجيبوه تلعب معه عادي انا بنزل مش مشكله مو هيك القصه بس انه يعني نصفي القلوب لا تصفيش القلوب معه مش حدا بيهمني عشان اصفي قلبي معه اصلا ليش هيك صايره سالي لا والله انا مش هيك صراحه بس في اشياء الواحد بتغاضى عنها وبسامح بس اشياء ما الواحد ما بده هو طبعا عنها. حق معك يعني واحد يغلط بالثاني اكيد طبعا معك حق بس انه نحاول نلاقي حل الموضوع لا لا والله جاي يا اخوان ببعث لها بترفضني دقيقه خلينا نشوف جاي ثواني تساوي مشاكل بغيابي طب استنوني هات لنشوف مين الرابع دقيقه بدي اجيب جاي جاي جيبوا رابع لنشوف شباب بيعرفوا نستغل الوقت ونشير نستغل الوقت ونشير ونرفع تكبيساتنا على فكره فناننا العظيم تكبيسك ما عجبني ابدا تكبيسك ما عجبني ابدا قلنا سبعة اليوم تعال بدي اتكست كمان ميوت لللايف اوكي دقيقه قلنا نوصل تكبيساتنا 7 مليون ولو فناننا العظيم سالي شو اسمها هي قصة شعرك؟ هاي؟ كاري كاري؟ ستصلي بالي سمعان هالكلمة من أيام سوريا يلا وين الرابع؟ أرح بيما أرح بالحبيبة دقيقة خمسة كلة شبور داي ثواني يمان يما سلم على يمان رفع عيدي أرح بخالت يمكس هلا والله من فوزي حبيبة قلبنا كيفك شو أخبارك؟ إن شاء الله رضياني علينا كمان شو أخبارك؟ خلي لي ياتي والله الحمد لله بوس ايدك حبيبتي يا بنت والله بخير مشتاقين لك خلي لنا ياتي يا ربي خلي لك ميكس خلي لك هالشبعة تعالي يا سالي ان شاء الله ان شاء الله قريبا ان شاء الله اهلا وسهلا يا سلام بقول سمان الله خلي لك ميكس الوردة يا مان والله بحبه زي ما بحبك يا ميكس خلي لي ياتي يا رب والله انت بسعر الوالدة والله يرضى عليك خلي لنا ياك يا ربي مد بعمرك ميسر عمرك ان شاء الله امين يا رب تسلمي يلا جيبوا الرابع يلا يلا عم بجيب الرابع يلا يلا
ارحب اللي طبيته والله، حكوا علي ما راح ايش فيكم. هذا من اخوان منكم رابع انا. في واحد اسمه رابع، في واحد اسمه محمد بيقول لي نكس نفسي فيك. يعني ايش قلبي؟ ما خالتك انا بعركس قدام الناس. مش مو بس محمد. استحي حالك اخوي. حبايبي جماعة الدير، يا ميت هلا، يا ميت هلا برجع حبايب قلبي جماعة الدير. جبت لك رابع يمان. يمان يمان خلصنا. هاي 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 كيفك ميمي؟ كيفكم؟ أهلا وسهلا، شو أخبارك؟ تمام وأنت؟ أهلا وسهلا والله، تمام التمام، الله يسعدك يا رب. شو أخبارك؟ طمنينا عنك. والله الحمد لله وأنت؟ تسلميلي والله رواق حبيبي ميكس، والله العظيم بتعرف أنه أنا من زمان كثير بحبك حبيب قلبي. الله يسعدك. يلا أنا مع ميكس، الشباب مع الشباب والبنات مع البنات. يلا يلا جاهزين؟ جولة واحدة جولة جولتين. يلا اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، تكبيس من اول الجوله. لبسوا شيروا اللايف اوكي، تكبيس من اول الجوله ونقول يا رب. شيروا اللايف، تكبيس شباب. ها يا رب، واحد اثنين ثلاثة، شيروا يا حلوين شيروا. تكبيس 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 يا رب. تكبيس يا رب، تكبيس تكبيس. ليش ما اجت قاية؟ يعني غريب، يعني ما بعرف اذا قصتها عني، بس مش مشاكل بينه وبينها، غريب صار التيك توك والله. جدا غريب يعني. يلا جايز نشير اللايف يا عمري مع بعض، نشير اللايف مع بعض. ما بعرف الماركة. ايش هاي براند؟ ماركة نقول براند، ماركة ماركة. ماركة باسمك؟ ماركة باسمي. ماركة ايش؟ غسالات برادات. والله لا تستحي حالك والله. عفوا. والله ما بتستحي. ايش قصدك يعني؟ عم تقول ماركة، يعني ماركة ايش بدها تكون؟ بعدين ايش اللي بيبيعوا غسالات وبرادات يعني والادوات المنزليه عدم مؤاخذه، هي كلها على فكره ادوات الكترونيه وكهربائيه ولا انت بالبلد يعني. انا بعرفك خاطب. ارحب يا حبيبي، ارحب يا قلبي. ماركت شو احكي لي؟ ماركت ميكس. على عيني. بس لشو؟ باللبس. لبس اوكي لوكا. الله عليك بربك اقسم بالله. رجالي للسويني لوليدي ولا محير لبيبي؟ كل والله رجالي ولادي. هلا هيدا اول جوله. طيب انت من اصلا اكثر حدا بيشتري هنا الستات. خلص معناته بنشتري لك. شباب نفتح دبل نفتح دبل نفتح دبل. بربك صار عندنا في براند. دبل 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 شباب. جمال ترى ميمي قويه. جمال ميمي قويه والله. 1800 نقطه يا حلوين. يلا يلا 1800 نقطه. 1800 نقطه جايز. دبل لا جامد يا مان. اسمع ما بضلش ما بضلش ما بضلش ما بضلش ما بضلش ما بضلش ما بضلش. يسعد دينكم يا رجل، لك يسعد دينكم اقسم بالله وحوش. يسعد دينك يسعد دينك خلاص. عدبل 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 عدبل. شايره يا عمر شايره. ارحب عامك الخاطر نرجسي. اليوم عندي كل استغل الدبل استغل الدبل حافظ الخاطر ابو عادل. ارحب يا الحاضر حب عيوني. ارحب I'm
ارحب يا حبيب القلب. والله لو كخاطر دقيق شوي حبيب شايرو مسج اخوه دقيق خلوكم محترمين مثلك يا زلمه. رح اقول لك ليش. انه اخر مره لعبنا مع بعض استفزك 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 يعني صدمتني باخلاقك والله العظيم حبيب القلب. اي لاف يو حبيبي انت. بس ميمي عندها مستوى طير بالك. كنت احكي مع جايا عشان فكرتها زعلانه مني. قالت لي تخيل اللي كوان عيونك وشفتك خيلك كوان كيف لا نخسر. احنا حنخسر خلص يعني. هي نخليها من جولتين ايش رايكم؟ بخسرنا والله. انا بقول لك ماكس بنادي سالي اذا خسرتي انت فزت بقلبي والله. الله يسعدينا يا ماكس. ميمي كيف انت غالي علي يا سالي والله. طيب وانت عمي لو ميوت على فكرة عمي لو ميوت. قائد توفي ومخبار شو حدك حد خالتك انت وياه قال اللي فيها تصميم وحب وخالتك ايه فزنا عفوا والله انا اسف. شو لك ما لعبوا جولة تانية هلأ انا فتحت وانا هلأ فتحت ماكس خليك ربك يا وين مسكين تعالوا لا جولتين يلا جولة ثانية نشجع. لا لا حكينا جولة واحدة صح؟ لا 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 جولة واحدة جولة واحدة بس جولتين ولو ربيعها هيدا جولة واحدة جولتين 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 جولة واحدة قفاز عبق الخارج بربكم لا تحرجونا بربكم لا تحرجونا. نرجسي معك قفاز روحي الله يرضى عليك ديبالك عليه جايز جولة يلا جولة ثانية مع بعض أبو عادل حبيبي شكرا نرجسي ابن الجولان I love you guys. ماكس حبيبي شو الترتيب؟ نحن عم نلعب جولة بصراحة ما حكينا لكم سالي وميمي. نحن عم نلعب جولة 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 بصير جولتين ربعي جولتين معروف جولتين. لا أنا اسمع سالي عم تحرجوني عم تحرجوني. اسمعني اسمعني يمان اسمعني أنا هسا أول ما طلعت ويا يمان جولتين معروف. اسمعيني اسمعيني افتحوا لي مجال يخلي الضحكة. تفضل يا حبيبي تفضل. شو تفضل؟ هسا قبل شوي اتفقت أنا ويا يمان انه حتى لو مثلا الخصم اللي قدامنا فاز علينا جوله خلاص جوله إيه جوله احنا ما خصنا ما احنا امبارح لعبنا جولتين جولتين هلا بعدين امشي على هذا ايش بدنا من امبارح احنا اليوم ما خصنا نحن ما خصنا خلاص اسمع يمان يمان خلاص بلاش نحكمهم سمع خلاص سمع يلا سمع تكرم. طيب اصلا انا يمان ننزل يعني على كيفكم تحبوا خليكم قاعدين وين المشكله مستأنسين مبسوطين فيكم يلا اقلب. هلا سالي اسمع 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 هنجيب معنا رباعي هذا الاثنين صح احنا رباعي سالي يا مريو زياد هاي هاي لونج تايم نو سي يو سالي هاي لونج تايم نو سي يو جايز How are you doing? Asta Aziz Robert și după aia Aziz de ăsta că a băgat și-l în seamă că a zis că n-a văzut. Bă, asta e Aziz, ești un mustă, ok? عملهم كتب اسمع عندهم مستوى زياد اوكي عندهم مستوى عحالهم لا ما هو احنا كمان نشد يعني لانه صراحه لا ما عندي حدا قاعد شير اللايف سالي يس جولدن هاو ار يو دوينج يو ستيل سينج يا شور يا تكبير الصبايا نايس اوكي ليتس جو بيست اوف 3 اوكي جايز بيست اوف 3 بيست اوف 3 ليتس جو يا الله يا رب يثبت على وجهكم قولوا امين سالي سالي ربما تكون جولة للتاريخ ربما عندك حدا؟ لا ما احكي لك ربما ان شاء الله يا رب بتمنى ربما فلتجهزوا التصاميم واذا خسرنا امحوا الفيديو يلا نرفع تكبيس شباب نرفع تكبيس هذا مش هين هذا اللي تحت هذا والله مرة ضيعنا هذا نشد تكبيس قولوا يا رب أبعد بس تكبيس
يوجد معنا بعض من القفازات؟ هل أحد هنا معه قفاز؟ معاك؟ والله عقبل خالد هلا مشهور، شفته من شوي مشهور والله. 25 وردة عندي وعند سهلة، 25 وردة. ورد عندي وعند سهلة، عندي وعند سهلة. أسمع سعيد دينكم أسرعكم. يلا يا رب. قفاز دبل والله يستر. الله يستر. جايز مع بعض الدبل، جايز مع بعض الدبل، جايز 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 الدبل القفاز، جايز دبل القفاز، جايز خلينا نشوف جايز. سلام وما طلع. لا لا جايز دبل القفاز. شباب قفاز دبل. رحنا في حوض نعناع، رحنا في حوض نعناع. يا جايز طب معنا كمان قفاز غير اللي خلق. اوح هذول طاروا. سادي يلا هي بس توب 3 اصلا. ها بس توب 3. هي قفاز، قفاز شباب، قفاز قبل ما يطلع على المطرقة. ايوش يسعدين ايوش ما انحصلش. جايز على القفاز نرفع شوي. جايز يا ولا ايش انحسب على القفاز. يا الله انسوري يا عمري عاد تحفظ لنا مية وزهنا يا عمري. انسوري يا عمري انا يا عمري انسوري بعملنا معانا طورت لبنا وياك. يا والله مش عارف ليه صرنا 203,000 تكبيس من اول البث و 4,000 شير 4,700 شير ما شاء الله عليكم. صلاة النبي صلاة النبي. مين معاه قفاز؟ والله ما بعرف مين معاه قفاز حبايب. هل من احد هنا معه قفاز؟ والله بيألكي يا مقصرة يا مقصرة. والله شكرا يا عمري يا بن فودي. خالد اخر 20 ثانية ان شاء الله خير، احنا نرفع شرات اذا بنقدر. بيألكي معه قفاز اظن طلع. بيألكي صح؟ طلع انا بصور فينا. هذا مستفز الولد هذا اللي تحت. ان شاء الله بندبك على وجهك انت ان شاء الله. نفسي اعمل لك شغله وانت بتصور بس عيب عشان اللايف انا عارف. يلا على فكره بيشبه سلام العراقي وشرفي صاحبنا سلام. طلع بيصور فينا اصلا. خلص ظلمناه بس على الجهتين. ها احتياطا يعني شباب تكبيس. سمير سمكرة ايش هذا؟ ايش حاطط؟ الو هي ايده ولا شو؟ ابرخ ارعد يا اخوان مش عارف ايده ولا شو. هي قفاز، هي قفاز، هي قفاز. الله يسترنا. اوح ايه انحسبوا اخيرا. قفاز 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 قفاز. حد يشد مع ايه، حد يشد مع ايه. يا حرام يا حرام. يسعدينه اللي زاد وقت. جايز جايز على القفاز. حدا يساعد آية. يا الله أيوش والله يسعد آية What? You can speak, brother. Spanish. You can speak. You don't speak, okay? You speak when you have points. You speak. Don't speak now. I have points. Between me and you, 13 points. Don't beat me, brother. You don't beat me. Shut up and take mute. Yalla. Wait a minute.
كيف والله حبيت ثاني بدي هسه اورجيها بسبب تكبيس. I will show you. I will show you العرك الفلسطيني. ايوه يا مريم عادي. سالي من وين هو مستر شيبس؟ سالي من اسلوفيا. من وين جاي هنا؟ عالصدام من وين ما كنت. انا خوفي بعد كل المهارات هيدا بكره عودي. من رومانيا. من رومانيا. عالصدام انت ورومانيا. الجبل اوكي ممكن ادك جاي الجوله 30 ورد ورد شو رحت يا انت؟ ايه عن سالي يا سبب. ثلاث ورد. بس وسع الصقر. سالي غالي برا رح نبلع يلا. طيب ان شاء الله لا. معلش معلش الدبل. باي باي الدبل. دبل. كلنا هوا كلنا هوا جد يعني انا شو حكيت لو بجوز بشوي ستبقى انتي كميوك اسمع فعل وضعية احنا اسمين صلاح ولا شو يعني لازم صراحة هو شو اسمه هو ماركو يس بس نمر عندك بفراتي يس ماركو يس دينير بنتاني يس ماركو I see in your eye, you cry. عادي الحياة حلوة. المشكلة صعب ردح بالانجليزي اول صعب. قفازة زبت. هذا من متى بتنمر زي هيك ماركو؟ معك قفاز سالي. ما عندي جايز عنده قفاز. جايز قفاز في حد عنده؟ جايز بدنا قفاز على 20 ثانية اوكي قفاز. ضروري قفاز. كي ام عندك قفاز صح كيمو قفازة قفاز كيمو. يا رب يكون موجود كيمو هلا. الله حظنا اليوم كيمو مش موجود. طلع ما عندي خفاز والله ما يطرس تستجدع دايما وعك وحش انا ادرينالين فاجع بشبيب بين ضرب الغاز احنا القدعين مش زي نجلي رد بالك عم تعيش ليش سوي واعمل واجمع كاش ما الدنيا ابو جورج شوف الخطه اللي اتبعها هلا 4-2
سالي شو اسمه الشاب؟ ماركو. 100 points guys. You talk about my score. It's okay. ماركو. ماركو listen. No, listen. You are on mute. I don't hear you. I don't hear you, brother. طب أنا ميوت ما أحكي لك شغلة. سالي I don't hear you. I don't hear you. سالي. I don't hear you. برد علي. بسم الله إنه خالص. What you doing? ماركو محتاج منك قرض إحنا قبل ما نطلع معك مالك بتبهدل فينا. كم ادخل في السلام عليكم عمي باي سالي ماركو باي بكرهك وبحب حالي باي جود باي ماركو جود باي يا روبرت باي 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 بدري والله كيمو بدري لا اليوم مسكرة معنا يا لهوي تصدقوا حسيت هاد الحلقة حلاني اشتري كيف ماريا ماريا ان شاء الله ان شاء الله والله عاد بحكي مع ماريا يعني قاعد فكوكم مني لا يا بنت سوري يا عمري ما احسن ما تشير ما بحب اشير لحدا حبيبي لحبيب تاني سابني وحيد سابني بعاني ازاي قدر انه ينساني تعال نشوف مين هاد عمل لي فولو نكتشف ناس جديدة عملنا من مع المستوى عمل لي فولو مين هو تعال نشوفه يتابعك ها سالي ايه؟ اسمع تاني يا راس للراس شو رأيك؟ ما هسه شو اسمه هذا؟ بابلو سكوبار راس للراس للراس اسمع سكورات مع بعض يلا تكبيس يا شباب عن جد شفت بالله؟ يا عسل صعوبي لو راح صعوبي في مجال تهداء لأن احنا في جولة هسه بس تكبيس مين هاد اللي بكون يحكي معك دايما؟ أي واحد فيهم؟ في واحد دمه مش خفيف مصعب؟ لا صعوب انا بحبه ما انت قلت عنه كيف فيش لا حكيت في واحد ثاني ده عمرك ما سمعتي انت بلا سمعت في واحد دمه هيك مش خفيف في المره خفت الدم اكيد ما بتحكيش عن مختارنا اكيد يعني مش ابو جورج صح ما بعرفش اسميهم انا بس يعني المهم هو يعني مش خفيف دم انت قصدك على مصعب انت قصدك على مصعب بس انت مش عارف انه مصعب مستحيل مصعب هو لو كذب اسمع لو هو كذب علي بدي اجيب العيد لا مصعب لا مش هذا الصوت لا هذا ابو جورج طيب احكي بابا احكي مش ابو جورج مش قصدي ابو جورج قصدي على مصعب انا هو شكله هذا هو شكله هذا ابو جورج لا وعدي ربالك الا مختارنا والله اللايف كله بيجي وعدي ربالك عادي يجي انا مالي كيف حالك يا سالي انت؟
الحمد لله، انت كيفك؟ شو الاخبار؟ رسقات شباب الا ابو جورج. اوعى الدبل غوالة حق ابو جورج. بس اسمع اسمع، ما هو انا بدي ايش بدك ايش بدك؟ حط حط شيل الميوت خليه يحكي. سالك طولي بالك خلاص. يلا تريبل. ايوه اختصرني. ها اختصرتك هذيك اليوم فزتت لي كلمة. مين ابو جورج؟ ابو جورج عمره ما حكى معي. كيتش معك يا بنت الحلال يا زلمه. مش ابو جورج، انت ابو جورج ولا مش دخل؟ شباب اجت في مختارنا. ها دايس قلبي بهدي بالنفوس بس. ايه دايس قلبي يا عمري، قلب 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 قلب. ملعب سكري تربلوا شباب. اليوم منور يا ريا رسقات. لا طولي بالك فلسطين، طولي بالك. آية سجينة أريام مقعد يا أريام. آه والله كله من المصعد. أوح 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 آية آية طولي بالك. شفتي عشان حكيت يا عبو جرش وصار جاءوا في بيس. ولك اقعدي يا ريام شوها. ريام خلصوا الهدايا ودقيتي في الحون. راه ايوش يسعد دينك. والكرسقات وقت عادي استني استني على جاي. لا استني 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 في المايك وبقولهم تكبيس تكبيس. يا يعطيك العافية قصرت. تعال يا الجايسي تعال تعال عشان تعلم تتباعي في أمي. خذ هاي كتم. ميار حسب لك أظن أول إشي بعد نوقف 1200 وقف على 1200. سعدين آية وريام كل اللي كبس واللي شيّر يسعدينكم. والله ما أصر اللي عندي اللي عندك ما أصر. كفو كفو يا سالي. الله يسعدك يا دولة دي بعد نشوفك على خير. باي 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 باي. قالوا حبيبي لحبيب تاني سابني وحيد سابني بعاني ازاي يقدر انه ينساني. انا بطفي الصوت. انا وايد قاعد هين جاي ثمانية. لا الخير هين جاي خليكم.
هاي. حبيبي لحبيب تاني سابني وحيد سابني بعاني ازاي يقدر انه ينساني. سابني وحيد سابني بعاني ازاي يقدر انه ينساني. الكومنت مو مبين من البلوزة؟ لا مبين اكثر من هيك، مو مصرع اكثر من هيك. قالوا حبيبي لحبيب تاني سبني وحيد سبني باني اذا يقدر انه ينساني. ايش صاب الكهرباء عندك؟ بلا ميوت. هاي هاي كمين هذا كمين شريهينو كيف رح اجيب لك والله رح نفذ لك. انت مش رح انفذ لك. انت وين هربت هذيك المره؟ لوين؟ لما كنت العب معك هربتي؟ والله ما هربت. شو ما هربت لما كنت احكي لك قصه الجن؟ قصي بريعتك جني يهزك. تصور انت طالعه معاه بتحكي لي قصه جن سالي، شفاها مريضه هذه؟ ما انا كنت احكي لك اني مكلب بس هربتي. مكلب تحكي لي في قصة حياتك فيها جنون وفيها واحد كل مكلب؟ انت مش قصة حياتي انا قصة حياتك. احكينا القصة فيها جنون احكينا انا ما بخاف. مين انت؟ هالي كيف حبيبي؟ شو احكي احكي شو في قصة جنون وهيك؟ ايش نور ايش يا عمري؟ كيفك حبيبتي شو اخبارك؟ الحمد لله انت كيفك شو الاخبار؟ ملبوسة انت ملبوسة؟ ها؟ ملبوسة؟ شايفك لسه عمري؟ الله اكبر كيف لبسك؟ كنت نايمه قال لي مرحبا قلت له اهلين قمنا قعدنا شفنا فنجان قهوه. اسمه ابراهيم اللي لابسه سوسو. لا سوسو سوسو. اسمه سوسو؟ كيف هذا اسمه سوسو؟ جيوت كنا قاعدين انا وياه شاب يعني شاب منو شاب اسمه سوسو. احنا مش عارفين بعدنا وين كنا قاعدين نشرب قهوه انا وياه. قال لي شو الاخبار قلت له تمام. قال لي شو مزعلك بالحياه قلت له والله ماني عارف الحياه كلها. قال لي خلص انا راح اغير لك حياتك. اسمع كنت قاعدين كان يشرب ماي قهوه مره واحده اختفى بس هذا هو اذا ما قاعد يعني وين فات في مخي ضل هون يسوى حاليا هو اللي قاعد بحكي معك مش انا. سوزو يا عمري شو اخبارك يا حميدو؟ حميدو هات سوسو مش انا.
تصعب نقر شين فين بيزيد ريح هنا ملبوسة ملبوسة على لايف شو بيكي ملبوسة حالة ملبوسة بفتح لايف عني مرات قولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله هاي أنا لا سوسو مسلم هاي إلا سوسو سوسو مسلم أسلمته مو ليه مو مسلم سوسو تبعك والله مسلم ها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد عبد رسوله مسلم سوسو مو مسلم أنت يا أخي أنت مالك تخليش سوسو يطلع يستوي ويجي لك يقعد حدك على عن أمك أنا خفت أنا خفت تكبيس يا ولاد تكبيس 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 يلا عصب ديم يلا عصب ديم 16 وردة عندي وعند حميد ورد 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 جولة واحدة بلاك جولة واحدة جولة على السلطان محمد انا ما عندي اسود ولا انا من عند اجيب اسود والله كيف سالي عمري اوكي اسمع بس ماشي مجير اوكي يقبلني محمد يقبلني هاي عيلاتي الكلنا محمد وقلوب يلا تشات ما بعضنا تشات محمد وقلوب ما بعضنا تشات محمد وقلوب نور تقبلني يا محمد هات بوسي يلا هو اجل لانه هلا عن جد ما عم نقولها كيف عايميني عايميني نور لك تقبرني بدنا اسد فعليا فاحنا يعني هذه من المعجزات حاليا طبيعي بشكل اسمعي انت قوليها ما عنديش قفاز رام زدت القفاز اللي عندك بلاش يا من جيب تعمل حركة والله ما معي معيش كفاز ما عندي أنا والله ما عندي يا بهدلني يا بهدلني ايوه انا كنت خايل واحدة طرف ما عنداني بتكتبني حبيبا نساك ظروف كتير تاني ما بعدنا تكبيس ما بعدنا تكبيس ما بعدنا تكبيس عملتيني انت اخذتي ولناتي وانا ظلت معك في القسط ليش انت بس اخذت ولناتك نزلتي انت عارف ان انا راح اخذهن يعني لما يكون عندك ولنات تحكي لي افصل الجوله بفصلها ليش ما حبيتي انا قسط الجوله تحكي لي ابلع ميوت لسه دخلت معك بحكي لك شطار الكهرباء تحكي ابلع ميوت كل شيء تبلع عين ميوت زي الزفتة لانك تركتيني روح الكهرباء فقعت معي انت تركتيني في ظروف تركتيني في ظروفها ملعب تركيني فيها انقطعت لك بس انا المصنع اركب لك كهرباء مثلا هذا طلع معك شريحين والله العظيم قاعد ميوت باي نور باي ليه مو باي باي حميد الله يسعدك والله تشرفت بمعرفتك الصراحه جولتين اللي بعرفه لا يا سالي كنا جولة واحدة
جولة من طلب. أنا ما بنفذ جولة، ما بنفذ جولة، ما بنفذ جولة. آه جولتين. قولوا قولوا والله ننفذوا. قولوا والله ننفذوا. ربع جولتين والله ربع جولتين. شو؟ بقول والله ننفذوا. بتنفذ يعني؟ شريهين تنفذ. أوكي ينفذوا. نزل إصبعك حميد. تكبير. يعني احنا شنو نعمل اسا؟ بدنا نشيل، خلي اللي عنا نشيره وعلى الله ان شاء الله انه نفوز. ما بتعرفي ما بتعرفي لا لا المشكله اللي بينه وبينك كيف لك نحل؟ خلص كلها ونحلها بعدين، مش هالمشكلة. بلكي في بلكي في مشكلة جد حقيقية؟ كل مشكلة حقيقية هي تفضل. يعني انت ليش هيك بتعامليني زي زي مرت ابوك؟ لا مش مرت ابوك، زي يا حبيبتي مرت ابوي بتعامل معها اصلا زي درتك. ليه بتعامليني زي درتك؟ ما عنديش درج شوشو ولا رح يكون عندي. لا ما نسيت شيء، انا حاسه سالي خطا. اه والله انت خطا، انت سيئه. ولين طمس لك ساعه بتبلعين ميوت قبل شوي انا معك في الجوله. كبيس اه بدي ابلك ميوت لانك انت منعت ما عملتيني في تعامل سيء وخطا. انا عملت لك تعامل سيء وخطا. تخيلي انا يعني الكهرباء اجت في عيني ورحت، ليش تركتيني ورحتي؟ كيف الكهرباء تتش في عينك سريعه؟ ما انا قاعده بمسك لي. لازم تقولي لي لا اترك الكهرباء وممنوع تصيب الكهرباء، بس انت تركتيني ورحتي. ليه تضحكي؟ شو انت كيف حدا تتمسخري على؟ طب ماشي 21 ورد. بعد ورد عمري ورد ورد. اخر يوم يا رب مش متعودة على هذا الضي. الله مشيت لي بسكر وعرض امي. ليش يعني؟ يوم بتحسين احس والله العظيم. فقعت الكهرباء، غيرنا فقعت الكهرباء. انا لا انا مليون اشي صار، انا مليون اشي صار معي من اول ما فتحت، مش عارفه شو مالي اليوم. جايز ورد. شو صار معي؟ انت عارفه اني حاطه رش عمل اطلع اتاثر مع كل التيك توك واسكر. جايز ورد 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 ورد. جيوش عارف تغاوش؟ يلا نجيب حد نتقاتل معه. لا انسي جاهز، الله بهرب من المشاكل. انا جايز ورد. ليه؟ يلا ورد ما فتحنا احنا كمان. ليه ماله شاكر؟ مين؟ شاكر. مين حكى عن شاكر؟ انت هسه قلتك شاكر. بحكي ما فتحنا البيت. شوف ما حكيتش عن شاكر. بلا حكي سمعتك حكيت شاكر. اوكي ايش الاظافر؟ لا والله فقعت الكهرباء يا شريهان. شريهان انت ما عملتي اظافرك رجعتي؟ شو هالسؤال سهل؟ ناسي نسيت انت رجعتي عملتيهم، مش كان في واحد مكسور؟ لا يا سهلي فيش حق. اسا اليوم دي نكسر واحد اكيد. اسهلي ليش انت صايد خلاحك مديكة؟ ايش رايك بعد هالجولة ننزل راس لراس؟ لأنه احنا تنتين معنا مشكلة. نفوت نتسلى على بعض يعني؟ أليكس شكرا، أليكس شكرا. آه يا حميد. يعني هذول من دي حكمنا فيهم؟ أنا من دي نحكم؟ حماد! تفسيهم مستفسيهم 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 مستفسيهم. نور حميد نور نور نور. لا لا بحكوك شو هذا اللي شايفه؟ ما شفت مين انا؟ ألف مرة غلبتك ما حكمتك. أنا كذب لا كذبك. ليه ليه باش نحكمك المرة هذه؟ ما قال لك حتى حد ما تحكمنيش باش نحكمك. قولك من ميوت. لو حلفتي حلفتي نفذ وحكا. اسمع أنا فزت، أنت تدخلش بينه وبينها اسكت شوي. أنا لما شفت ملكة هذيك اليوم ما حكمتكيش. أنا بحكمك أنا بحكمك. وختي انا بحكمك قولوا اي اي كيمو اذا موجود بدنا قفاز يا كيمو. كيمو انا كنت بتعملي كريب 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 كنت بتعملي كري
معقول ما عندنا قفازات احنا؟ والله أليكس ثانك يو. شكرا شكرا. حمودي ثانك يو. قبلني يا محمد يا قبلني العمري. حمدي عبدو الله منورينا. فرح يوسف رامي ميلوشي عماد سوسة اللي كبستوا اللي شايرتوا ما ظهرش اساميكم. سالي سالي الحكم الاول سالي. انت اسكت عندي مليون حصانة منك انت. لا عندك عاني كلها ما عندك ولا حصانة والله. لا ما دخلي بيك مو قالك ما تحكميني شحكميني. اشوف هات اشوف احكامك يا حميد هات اشوف احكامك. ما تحكمك يا نور. تكبي على الكرسي وراك محمد عبد السلام. ما بكتب على الكرسي ما بكتب. ليش ما تكبي على الكرسي؟ شو الاحكام اللي بتنفذها؟ شو بنفذ هذا الحكم؟ شو الاحكام اللي بتنفذها يا؟ احكي لي وانا بقول لك شو بنفذ وشو ما بنفذ. بس مرة ثانية بس ادخل معك بتنفذ حميد. انا دائما بدخل معك وما بس ما برضى. بنفذ خلص تمام اوكي خلينا نكون متفقين معك اوكي تمام. اعطيني احكام اعطيني الاحكام اللي بتنفذها. اعطيني انت الاحكام اللي عندك انا بحكي لك اذا بنفذ ولا لا. ماشي تاخذي اي اسوارة بالدولاب اللي عندك ترميها بالتواليت. الحكم الثاني شو؟ تاخدي اي تيشيرت من الدولاب من الخزانة وتشاركيها. اي تيشيرت اي تيشيرت. الحكم الثالث 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 تكتب على الكرسي محمد عبد السلام. ما بكتب على الكرسي حكيت لك ما بكتب. اكتبي بالبايو. اكتب اذا بدك بكتب بالانترو. لا بدي بالبايو. ما بغير البايو عندي. البايو عندي ما بتغير والله. ليش شو عندك شيء مميز بالبايو؟ ايه شوفه بتعرف. ماشي اكتب بيزيدي جنبهم بس ولا تحتهم. ما بزبط اكتب جنبه هيك اشياء تافهه يعني مش صعبه تفهم. ليش مو تافهه شيء هذا يعني هالاشياء الاحترام هالاشياء الاحترام ما بزبط. ماشي كنا محترمين غزه وكنا محترمين فلسطين لكن شيء مو تافهه اسم هذا اسم يعني مو اسم يهودي اسم محمد. طيب ماشي حكيت لك بدك انا اكتب لك اياه اكتب لك اياه في الانترو. اعطيتك ثلاث احكام اختاري منهم انت. ما بنفذ ولا واحد فيهم. بدك اكتب لك واحد في الانترو بكتب لك في الانترو. لا مو انا اللي بحكم مش انت اللي بتحكمي لنفسك. انا هاي الاحكام كلها ما بنفذها يعني هذه انا اللي عندي. اذا انت حاب تعطيني حكم ثاني اعطيني اذا ما عندك حكم ثاني بنزل احكي لي عشان ما بنفذ يعني بكل بساطه العالم بقدر انزل. خلاص اوكي يلا بقى. هذا حكي. شو خزي.